ما تصدقش اللي يقولك لازم تجيب العلبة الصفرة الصفرة، وما تصدقش اللي يقولك اتأكد انك تشتري الدواء بتاع شركة، وكمان ما تصدقش اللي يقولك لا 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 اوعى تاخد البديل اللي هو المثيل لنفس الدواء بتاعك. اسمع مني، علميا كل دواء ليه اسم علمي هو اللي بيحدد المادة الفعالة، يعني التأثير بتاع الدواء، واسم تاني وده اللي بيسموه الاسم التجاري، وده مجرد اسم لتمييز الشركات المختلفة. الصيدلي هو الوحيد اللي يقدر يحدد لك البديل أو المثيل للدواء بتاعك من خلال الاسم العلمي، لأنه تعلم 5 سنين يعني إيه دواء. الصيدلي الأقرب ليك، الحملة القومية للتوعية بالخدمات الصحية تحت رعاية نقابة صيادلة مصر.